ماشي اقرأها، اقرأ الأولاني فقط. عن سنة الترمذي أبواب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب من أكل ثم خرج يريد سفرا. عن محمد بن كعب أنه قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا، وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ قال: سنة. ثم ركب. نعم، هنا هذه المسألة مسألة مهمة جدا. أولا، الاتفاق على أن السفر رخصة في الفطر. السفر رخصة في الفطر، قال الله جل في علا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن شطر الصلاة تسقط عن المسافر، والصوم يسقط عن المسافر. الكلام هنا في الخلاف في هذا الباب هو: هل له الفطر قبل وإن تأهب للسفر؟ هل له الفطر قبل الخروج من البلدة؟ هل له ذلك؟ هذا الحديث هو الذي يبحث هذه المسألة. أما أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، أنس بن مالك أبو بصر الغفاري أيضا كان في السفينة وأوتي بطعام حتى أنكر عليه، لأنه يرى البيوتات، فبين أن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث عبيد بن جبير قال: كنت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في رمضان، فدفع ثم قرب غداءه، قال اقترب، قلت: ألست ترى البيوت؟ قال: أترى عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ خرج أبو داود وسكت عنه. وجمهور أهل العلم يرون بأن المسافر ليس له الرخصة إلا إذا شرع في السفر حالة كونه مسافرا، ولن يصح إلا بذلك، لأن الله جل في علاه قال في كتابه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، أو على سفر. ولا يكون المرء على السفر إلا إذا جد في السير، لا يكون المرء في سفر إلا إذا جد في السير. وأما أنس أكل في بيته، وأبو بصرة يرى البيوتات، وأيضا أفطر قرب غداءه، وكل منهم يقول: أتعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى كأنه قال: ومن السنة الفطر في البيت من السنة. وذاك أنس لما رجع في ذلك قال: السنة نبيكم، وأضاف السنة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: والسنة. فالحق أن في قوله سنة معناها أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي حدث بكثير من المتأخرين، يرون بأنه له أن يفطر في البيت، له أن يفطر في البيت وإن لم يشرع سيرا للسفر، مع أنه تأهب للسفر. وهذا ضعيف جدا. والصحيح الراجح في ذلك بأنه لا فطر إلا لمن تمثل بالفطر بالسفر. فمن كان منشغلا بالسفر وهو في طريق السفر، هذا الذي له الفطر وله القصر. أما وأن يعطي أحكام السفر لمن كان في الحضر لنياته بالصوم، فهذا باطل وضعيف جدا، وليس بسديد وليس بصحيح. وأما الرد على قولهم قال أنس من السنة، قلنا: هذا اجتهاد من أنس، هذا اجتهاد من أنس، يعلم أن السنة الفطر عند السفر، فكأنه قال: وما الفارق؟ والصحيح الفوارق كثيرة، وإن كنا نلوم على عدم التحقيق. والتحقيق هو أن الآية وظاهرها تقدم على قول أي أحد. فظاهر الآية: من كان منكم مريضا أو على سفر. والحالة الثانية: إن كان مريضا فله ذلك، كان مريضا فله ذلك في البيوتات، في البيوتات. يبقى إذن الخلاصة: الصوم في السفر، إن جد السفر ففي السفر دون النزول فله الفطر، أما إذا كان نازلا في بيتي الذي في وطنه ولو أطال فليس عليه الفطر. الله المستعان. الفوائد المستنبطة:
قبلها التوجيه، آسف، التوجيه، التوجيه لما فعله أنس. نعم، لا يكون إلا تجد في السيف، ممتاز. أما ما قاله أنس سنة، قلنا هو اجتهاد من أنس، اجتهاد من أنس، واجتهاد من أبي بصرة الغفاري. طب ليه ما قلت اجتهاد؟ هو بيقول من السنة، وإذا رفع نعم، قلنا نعم، الذي جعلنا نحمله على الاجتهاد ظاهر القرآن، وظاهر القرآن لا يمكن أن يخالف السنة.